أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. حلقة اليوم سنتكلم فيها أيضا عن باب من أبواب الفساد في العراق، ألا وهو الصحة. تابعونا بعد الفاصل. بيع العملة محصور كان على 10 بنوك تقريبا، 100 مليار، 100 مليار دولار. هاي ميزانية الدولة يوميا 150. هاي الدولار اللي طالع من العراق 100 مليار. اللي داخل بضاعة، اللي داخل بضاعة أقل المليار. 99 مليار دولار متسرب عمل. ليش؟ لأن المنافسات أغلبها مزورة. هذا الملف انحال كله إلى النزاهة، والبنوك مملوكة لسياسيين. كل هالعشرة، العشر بنوك، العشرة سياسيين، كرد وسنة وشيعة، ولا واحد انحكم من دون العشر بنوك إطلاقا، ولا واحد. حياكم الله مشاهدينا الكرام. برنامج صوتكم أوجد لسماع آرائكم وأصواتكم ولتقولوا فيه ما تريدون أن تقولوه. بداية، أرقامنا موجودة أسفل الشاشة. أي شخص يريد يتصل بالبرنامج يبدي رأيه فيما يخص موضوع الحلقة، فيما يخص الوضع العراقي بشكل عام، مفتوح للمجال، يقدر يدخل على الأرقام اللي موجودة أسفل الشاشة. أيضا هناك أكو رقم ثاني اللي هو رقم الواتساب. رقم الواتساب دزونا به رسائلكم، أقدر أقراها الرسائل مالتكم إن شاء الله. رقم الواتساب ظهر حاليا، لكن برنامج الواتساب لا يستقبل اتصالات. أنوه إلى هاي النقطة لأن أكو ناس يزعلون علينا، يدق على برنامج الواتساب من جاوبه ويرجع يقول ليش ما تجاوبوني. برنامج الواتساب فقط للرسائل، فإذا عندك شيء تريد تبعث عن طريق برنامج الواتساب اكتبها برسالة، اسمك من وين وإحنا نقرأها إن شاء الله. قضية الفساد، الفساد بالعراق هواية معروف، لكن يوم عن يوم دا تتكشف أبواب الفساد بالعراق. المجاري وانسداد المجاري تكلمنا عليها بحلقة سابقة، السرقات اللي دا تصير بالعراق، كثير من الأمور تكلمنا عليها. اليوم بما أنه هم دا يحكون عن الصحة، نائب نقيب الأطباء جاسم الموسى ويقول أنه 80% من الأدوية الموجودة بالأسواق العراقية غير خاضعة للفحص بسبب المنافذ الحدودية. يعني ما شاء الله، نائب نقيب الأطباء يعرف بهذا الشيء، وأكيد نقابة الأطباء رفعت تقرير أو رفعت يعني مطالعة بهذا الأمر إلى الوزارة المعنية وهي وزارة الصحة. وزارة الصحة وأجهزة السيطرة وأجهزة كشف المقاييس وين؟ يعني لو همنا لما يجيكم دواء ويقول لكم يابا أكو دواء فاسد بأحدى الحاويات بأحدى البواخر في أحدى الموانئ، لو همنا تجيبون شريط وتفتحوه وتقولون ها باعوا بالعناق كل ما بينا، مثل ما سويتوا يتمن الفاسد لما نطلع طابخة ويقول شوفوا طبخناه ما بيشو هاي راح أكل قدامكم. أجهزة السيطرة النوعية العراقية وين؟ من 2003 لليوم احنا يوميا دا نسمع اكو فساد اكو فساد اكو فساد، ماكو رقابه، ماكو سيطره، ماكو تعامل صحيح ويا المواد اللي دا تدخل الى العراق عن طريق المنافذ الحدوديه وعن طريق الموانئ وعن طريق المطارات. كل هذا دا نسمعه زين، ماكو اجهزه سابقه للسيطره النوعيه، مستحيل، ماكو بنايات ومختبرات عفوا كانت تستخدمها الدوله العراقيه، مستحيل. زين انتم وين؟ انتم تعرفون الدواء اذا كان فاسد، وشركات الادويه اذا تعرف انه انتم تدخلون الدواء بدون رقابه راح تدز لكم هاي الادويه الفاسده، وتعرفون ايش راح يصير وراها؟ امراض، موت. يعني انتم تساهمون بقتل الناس بطريقه غير مباشره. أول اتصال ويانا اليوم أم أزهار من بغداد. حياك الله يا أم أزهار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أحييك وحيي هاي القناة العظيمة وعامليها. حياك. بالنسبة هاي العصابات اللي جت لنا من 2003 إلى هذا اليوم، هي ما جاية تعمر البلد، هي جاية تخرب البلد، لا للطبية، للزراعة، للمدارس، لكل شيء. إذا اليوم نحكي عن الصحة، الصحة
كان سابقا ادويتنا موجوده وكان اطبائنا ممتازين من احسن الاطباء وابكارهم، لانه بغداد كانت تتخرج من احسن الاطباء والمهندسين واحسن كل المناهج اللي درسوها، يعني من كل البرامج. فمتى ما نحصل نتيجة، لأنه هذول إجوا فاسدين، هم فاسدين، هم حرامية، هم إجوا يأخذون هذا البلد ويكفون ما بيه ويعرفون نفسهم هم مؤقتا حتى يرثون. هاي الحكومات المتسابقة من 2003 إلى هذا اليوم هم جايين لتخريب ويتعاركون على الكراسي وعلى الفلوس والمادة. إذا إجت المواد تجينا، الدواء يجينا من إيران، إيران تدز مواد فاسدة أو أي دولة عربية تكره هذا البلد فهي تدز لنا مواد فاسدة. فما ماكو صحة، ماكو واحد يتابعها. ملتهين هم بالعركة والبوضة وملتهين. يقول لك شنو الشعب كله سرطانات، الشعب المحافظات وبغداد وشمال، كل أكثر شيء الجنوب كلها سرطانات ومرضى. وما ننسى احنا امريكا ذبت علينا من المواد اللي سممت البلد كله وخلت الاطفال تجي معوقين. فيعني البلد منين ما تتجه له من كل الاتجاهات هي خربانة. لكن الآن نقول احنا لمتى تبقى هي خربانة ولمتى تبقى هي هذول مستعمرين، ومتى راح يبقون هذول الفاسدين يبوقوننا وهذول الفاسدين يطلعون بالتلفزيون يقولون هيش سوينا وهو كله كذب. هي تروح للمحافظات كلها مرضى بالنسبة للصحة، بالنسبة للأمطار مطرت لها 3 أيام 4 غرقنا كنا من الجنوب إلى الوسط. وكل كل الجهات المدارس، يعني شايف طالب يقعد ورجلينا مدندلة بالماي، هذا بيا دنيا بيا احنا بيا زمن. احنا كنا هالشكل. احنا كان صدام اول شيء قضى على الأمية ومن ثم احسن الجامعات واحسن المدارس وبنى احسن المساجد وبنى احسن البيوت اللي هم هسه الفاسدين قاعدين بها ما يستحون. هم شنو اجوا عمروا؟ شنو سووا؟ شارع، سووا بنايه، سووا لهم صحه، سووا لهم شيء. هم كلهم قاعدين او الجسر كله هسه قاعدين على ما كان صدام مسوي او كان في الدوله السابقه مسويته. فهم يعني هذول انا بس اتعجب اقول اذا الشعب ما ينهض واذا الشعب ما يتكاثف واذا الشعب ما يصير ايد بايد من الشمال الى الجنوب حتى نقضي على هذول. لا ينتقلون على امريكا اللي هي هسه تفتر بالعراق، هي داخل مصلحتها الشخصيه بس. وبس هنا النظرة أنا أتعجب شلون قابلين، شلون نفسيات مريضة قاعد تباوع هالمأساة وساكتة. هاي شبابنا وين راح؟ قوتنا وين راحت؟ الفكر، الحب الوطن وين راح؟ الوطن يا ناس هو الوطن أغلى شيء، التربة الوطن هو أحلى شيء بالبلد، هو أحلى شيء. المفروض إحنا ندافع عن تربة هذا البلد إلى يوم القيامة. وأنا أشكرك. شكرا لك أم أزهار. يعني قضية الأدوية ليش هي مهمة؟ لأنه بداية أكو كثير من الأدوية تصنع من الجراثيم نفسها، يعني مسبب المرض يكون هو مسبب للعلاج حتى يسوون إلى عقار بديل أو يسووا له يعني دواء إليه. لكن اللي دا يصير هسه لما نيجي فرضا خلينا نقول أبرة مطعوم الإنفلونزا، أبرة مطعوم الإنفلونزا لو فرضا، أنا مو طبيب حتى أعطي هذا الشيء، لكن نفترض أنه جرثومة الإنفلونزا داخلة في صناعة مطعوم الإنفلونزا، لما تكون هاي الأبرة فازة فأنت دا تطي جرثومة إلى البشر، فلما دا تحقن الناس بهاي الأبر الجراثيم دا تدخل إلى جسمه بطريقة مباشرة، يعني أنت دا تسبب في انتشار المرض وليس الحد من المرض. يعني من دا تجيب دواء فاسد دا تساعد على انتشار المرض، ما دا تساعد على التقليل من يعني حجم المرض.
اكو امراض بالعراق كثيره حاليا نتيجه الحروب، نتيجه الغازات اللي سببتها الحرائق، نتيجه المواد الكيميائيه المستخدمه بالقذائف وبالاطلاقات، نتيجه هوايه امور. اكو هوايه امراض دعونا لا ننسى اللي انشمر على العراق بال 2003 من قبل التحالف الدولي، اليورانيوم المنظم وغيره. فانت اذا تجيب له دواء غلط وتعطيه دواء غلط وتعطيه دواء فاسد، انت تسبب مصيبه. مريض السرطان يحتاج اولا نفسيه صحيحه، يحتاج واحد يشد من ازره، يحتاج شخص يوقف وياه، ويحتاج دوله تساعده، ويحتاج دواء حتى يقاوم هذا المرض، لانه الله يحميكم يا رب العالمين سرطان يؤدي الى الموت. فانت اذا تعطي دواء غلط ايش فادت البقيه؟ ابو معتز من السعوديه، ابو فيصل العفو. السلام عليك. عليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك استاذ؟ هلا بيك وبك اكثر. تحيه لك وتحيه لقناتك الرافدين، تحيه الكادر والقناه، تحيه للشعب العراقي. حياك الله. بالنسبه للفساد بالعراق، هي العراق استهدافها هي لا يوجد دوله، هي عصابات ميليشيات ايرانيه، وهي تدخل وتطلع ب، وهي تدعم الأنظمة العنيدة مثل النظام ابن العاهرة الخميني، وهي تنهب أموال العراق لتهريبها للحفاظ على هذا النظام البائس، وتدعم النظام بشار حافظ بشار الأسد، وتدعم العميل الحوثي ومخلب إيران في لبنان مثل حسن جميرة. والعراق الحين وكله تابع لميليشيات مثل حسن الجميره وهذه العملاء، ولكن عتبنا والله على الشعب العراقي بكل اطياف، وشعب عريق يعني لماذا لا يزور ويقضي على هذه العصابه ما دام الشعب العراقي كله متكاتف؟ فهذه العصابه هي لا يمكن تفارق العراق الا بثوره، غير الثوره وثوره مسلحه. بالنسبه للمظاهرات السلميه ومطالب يعني محدودة، ما تجي لازم ثورة الشعب كامل. نعم. كامل يقضي على هذه العصابة المجرمة ويسترجع الأموال التي نهبتها هذه العصابة. وتحية لك وتحية لكل شريف عراقي. حياك الله أبو فيصل، شكرا جزيلا لك. يعني المشكلة بالعراق يا سيدي العزيز أنه أكو فساد من قبل الجميع، أكو أحزاب تدعي أنه هي جاية لحفاظ أمن العراق، وتدعي أنه هي جاية للحفاظ على سيادة العراق، وتدعي كثير من الادعاءات اللي بين كذبها على الناس خلال الـ 15 سنة اللي فاتت، وطبينا بالسنة 16. المشكلة يا سيدي أنه الأمور اللي ديسووها مو طبيعية، يعني فساد بالتربية، والتربية هي تتعامل ويا أطفال وجيل المستقبل، فساد بالصحة والصحة تتعامل ويا حياة الناس بشكل مباشر، فساد بالإدارة بكل النواحي، هنا أنا راح يسبب لك بطالة نتيجة المحسوبية، اكو فساد بكل شيء، لكن لازم نبين هاي النقاط. أبو أيسر من تركيا، حياك الله يا أبو أيسر. صباح الخير أستاذ. صباح النور. أستاذ هاي هي الشغلة مو فقط بالأدوية، هي تآمر على العراق من زمن الخميني ولحد هاي الساعة. نعم. هو لأسقاط هرم العراق اللي كان يدافع على الأمة العربية، هو لتدمير اقتصاد العراق وصناعة العراق وزراعة العراق وصحة العراق والتعليم بالعراق، كله بيد إيرانية بحتة. يعني إيران ما قدرت تدخل العراق لولا الاتفاق الأمريكي معها اللي يعطيها نفوذ بالمنطقة. نعم. احنا دا نشوف يعني مو بس العراق هو اللي دا يتدمر، جميع دولة وطنية عربية منها حتى ليبيا وسوريا، وهاي شغلة مستمرة على كل الدول العربية. نعم. وهسه حاليا هم اتجهوا للسودان وللسعودية، ليش؟ لأن هاي دول كانت تدافع عن القضية الفلسطينية وكذا وكذا، فهم انهوا أول مرة صدام حسين حتى ينهون هاي الدول الأخرى. احنا شغلة الدول هاي بالله دول بسيطة، بس هم دا يجيبوا لك مخدرات عن طريق إيران ويقتلون أهل الجنوب خاصة. مع الأسف هذا الشعب ما أدري
بدا يفكر ليش ساكت على هاي العصابه وهاي الشله اللي موجوده تحكم العراق. هاي مو حكومه يا اخي، هاي شله عصابه وميليشيات دا تخدم ايران وتخدم الصهيونيه والامريكان. نعم. فهي اللي يطبب مخدرات خايف على ادويه يطببها، هاي كلها عصابات، هي مافيات. اللي يعني يعرفون ماكو دوله، لو يعرفون اكو دوله واكو وزاره صحه صحيحه تقدر تتابعهم. انا اللي اعرف كان اكو حتى بالامن العام قبل سيطره نوعيه في منطقه الكراده، تتابع دائره السيطره النوعيه، خاف اكو خلل يصير بالادويه. فهسه تايها يا اخي، ماكو دوله، دوله ماكو. نعم. عصابات تحكم العراق. وشكرا. شكرا شكرا لك ابو ايسر. ام ابراهيم من بغداد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. على مود الادويه. نعم. انا طبعا مريضه بالسكر. الله يشافيك يا رب. استلم من امراض مزمنه. نعم. فهاي صار راح يصير 6 شهور اروح ياخذون من عندي باص، يقصون باص ياخذون فلوسه ويقولون لي راس الشهر تعالي استلمي. وصار 6 شهور ما منطيني ولا حباية. اها. اي والله. اشتكيتي على هذا الموضوع ام ابراهيم؟ لا والله ما اشتكيت، المركز الصحي مال الشيخ عمر عيني. وش يقولوا لي شنو سبب التاخير؟ يقولون ادوية ماكو ما جات تجيني. تمام. تمام. اي والله ماكو دواء، مدى تيجينه. وصل صوتك. وصل صوتك ام ابراهيم. شكرا شكرا لك. يعني هاي معاناه احد الناس مباشره طلعت على شاشه الرافدين عبر برنامج صوتكم. ام ابراهيم تقول انا مريضه السكر. تعرفون مرض السكر، الله يعين كل شخص مصاب بهذا المرض وربي يشافيه. تقول ياخذون مني الباس ويقصون فلوسه خلال 6 شهور وما استلم دواء، يقولوا لي تعاي راس الشهر. هاي ماساه. يعني احنا كنا صغار اتذكر كانوا يقولون لنا لما تشوفون شريط ادويه منتهي الصلاحيه ذبول، يعني هاي مواد كيميائيه. مواد كيميائيه احتمال تشتغل الضد وتاذيكم. هذا اللي كانوا يقولون لنا اهاليتنا واللي تعلمناه من الناس. لما انت تجيب له دواء فاسد اصلا وتبيع الهياء انه هو على اساس جديد ويروح وياخذه وفرحان به ويكتشف انه هو دواء فاسد. ودورات ما يكتشف، ياخذ الدواء وين يلا زين. انتم يعني اجهزه السيطره النوعيه وين؟ ابو ايسر، اجهزه السيطره النوعيه المفروض مو بس على الادويه، الادويه والاكل والملابس والمواد الصناعيه والمواد الاوليه والغذائيه وكل شيء، كل شيء المفروض اكو سيطره نوعيه. سيطرة نوعية تشوف لك الدواء صالح له لا، مطابق للمواصفات اللي انت يعني تريد تستورد بها له لا، الاكل صالح للاستخدام البشري له لا، الملابس مثل ما انت تريدها ومثل ما تريدها الدولة، اكو شروط لبعض الملابس، اكو شروط لكل شيء. اتذكر في زمان احمد حسن البكر، مرة دا اقرب احد الكتب، في زمان احمد حسن البكر دزوا لجنه راحت الى روسيا للتعاقد مع شركه لادا لاستيراد عدد من السيارات الحديثه في تلك الفتره. لادا كان من ضمن الشروط للدوله العراقيه انه كل سياره بها مسجل. لما وصلت للميناء اكتشفوا انه سيارات بها راديو وليس مسجل، انحالت اللجنه للتحقيق وصارت مشكله كبيره بين الدولتين. يعني هاي اجهزه السيطره النوعيه هنا تشتغل. ابو حسن من بغداد. عين اخوي مصطفى، الله يسعدك يا ابي. هلا اخوي. اخوي العزيز. اخوي العزيز، هي شغله مو بس مال ادويه وانما هي لصوص حراميه. يعني اليوم انا رحت بالكهرباء، هي اول شيء مستشفيات كل شيء بفلوس. نعم. التحليل بفلوس، يعني تحليل صغير ب 50,000 و 60، واذا ما عجبه يقول لك روح سوي باي مكان ثاني. يعني هم دول جايين يدمرون الناس. اليوم كيف الشغله غريبه، يعني مو غريبه على دول، يعني انا مو يعني الحكي، بس لما نستمع قدامك وقدامك الحكي يعني شيء يختلف.
يعني اكو اكو اراضي اللي يقوها هم دول الاحزاب، يعني اراضي كبيره ومناطق بالكرادة خرافيه، هم بس عدوا هم دول قتلت الانسان، يعني ما يريدون الناس تعيش، يعني هم جاي قتل الانسان، هي مؤامره بين امريكا واسرائيل وايران. فيعني دمرت الناس، يعني اليوم دا اشوف اليوم اعصابي، يعني اذا ما واحد يحكي لك يقول لك ما صدق نوبات، بس لما اشوف قدامك يعني انقطع اتصال يا ابو حسن. يعني حكي عن الفساد اللي دا يصير بالعراق، لكن اريد انوه الى قضيه اخرى اللي هي ما قالتها مديريه الصحه في محافظه ديالى عن وجود صيدليات وهميه. ما شاء الله صار عندنا فضائيين بالصيدليات مو بس بالموظفين. تقول هاي الصيدليات بها ادويه منتهيه الصلاحيه، واكو جهات سياسيه منعت محاسبه هاي الصيدليات ومنعت الحجز على محتويات المخازن من تلك الادويه. ما شاء الله ما شاء الله، اكو جهات سياسيه حسب مديريه الصحه في محافظه ديالى تمنع من محاسبة الصيدليات الوهمية، صيدليات وهمية اللي ما عندها تصاريح وما عندها يعني إذن عمل، وتمنع من حجز الأدوية المنتهية للصلاحية، يعني إذا تنباع للناس. أبو علي من محافظة كربلاء، حياك الله يا أبو علي. السلام عليكم أستاذ أسر، الله يحفظكم جميعا. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. كل العراقيين اللهم آمين، اللهم احفظ العراق وأهله، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم وحد كلمتهم، اللهم آمين. أنا أسأل. نعم. هم يعني نقول الحرامية وغيرهم هم يعرفون، بعدين هم شنو هم بالدول زين؟ يعني أبسط عملية يروحون كلها لندن وباريس. كل نعم. أصل العالم تعرف مثل هذا العطية وغير العطية أشياء بسيطة ما تذكر. هم يسمون للشعب العراقي، أنا أتذكر دوسة مرة ذات النشيل أو فشي يصير بيك. إذا تجرب لك حباية أو أضرب عند الطيب حتى نعم. تضرب 10-20 ماكو أقضى أشياء، يعني حتى المستشفيات، حتى روح هاي الدكتور اللي قبل أنا أروح له المريض يصير عصب ويغلط على الدكتور، الدكتور يستقبله ويخجله، حتى لا هم كاتبة جاي يتفقون والصيدليات تروح مثلا للعيادة مركز طبي يكتب لك الدكتور كذا 3-4-5 تروح لب الصيدلية ياخذ منك الباص ويضمه والنوب يعطيك باصك اللي تروح تشتريه، وكأنه هاي كانوا قد ما بين الدكتور وما بين الصيدلية اللي في المستشفيات، وحتى من الطب للمستشفى إذا هذا المريض يوزع فلوس استشارات ولدكاترة تصير أنت ملاك وداير مدارك كأنه ملاك يفترون حولك، إذا ما تعطي فلوس للدكاترة والمضادات ما حد يدير لك بال، هو حكومه وكاتبين عليه مجانا، فكل يعني وانا رحت طلعت الدكتور بالعافيه قال انا 75، قلت له ليش؟ انت درست على حساب العراق وودوك على حساب العراق، قال لي يا اخي انت اول مره انا اشوف مريض يتعاتبني، قلت له ما لك حق انت على حساب انت بفلوس صرت وصل الدكتور وغيره، اخذ حقك الطبيعي طردني اصلا. هذا يعني انت مع احترامات البعض الدكاتره والمثقفين اللي هم ما يدخلوا حرام بعد ما يعرفون صار خشه، يعني خشه على عيونهم، الدكتور كذاب حرامي بالصيدليه كذاب حرامي، ليش؟ لانه ماكو سلطه، هي هاي الدوله تشجع على البوق على السرقه، وكانما سمه الانسان، يعني اذا رئيس الوزراء يبوق اكثر فما بالك الانسان الضعيف بالمطار بال بال بال, بال بالمستشفيات في كل، يعني هذا كان اذا واحد يطب للمستشفى يطيب يرتاح معامله حلوه، لا حتى يذبوه كانه لم يكن، والله انا بعض الدكاتره اقول له هذا اللي يموت قال طب مرض انا شو اسوي له ماكو دواء، خل تروح تجيب من الصيدليه، انا حتى بالمظهر يقول عندنا بس ما ادري وين صار، يعني كانه واحد ستر على الثاني، والعيب بينا كان قبل والعيب بينا بينا احنا بينا نعم. يا اللي تصفق له يا اللي نركض ببراء ونطيح ببراء علي وياك علي، العيب فينا يا عراقيين، الى متى اصحوا؟ الى متى اصحوا؟ اذا هو الدكتور المثقف نواه المجتمع العراقي مع احتراماتي للطيبين هو حياته كذاب ويضحك ويستورد علاج مسرطن، الى متى؟ وانا اشكرك قلت عليك حبيبي. شكرا شكرا لك. يعني ابو علي ذكر كثير من النقاط قبل ما اخذ فاصل، يقول رحت على دكتور يقول اول مره اشوف مريض هيك حاكيني، لا حبيبي يعني اريد اقول للدكتور
واي طبيب بالعالم المريض من حقه يحاجيك، لان المريض لما اجى لك ولجا لك دايرين منك علاج، لما نشوف ما عندك علاج من حقه يحاسبك. فاصل قصير ونرجع لكم. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم. كنا نحكي على موضوع الصيدليات والأدوية والمستشفيات وفسادهن وفساد وزارة الصحة وفساد الدولة العراقية بما يخص حياة الناس، وتهديد بمن يسمون نفسهم حكومة واللي المفروض أن هم يسوسون البلد إلى بر الأمان، واللي هم يقودون البلد إلى بر الهلاك، عفوا إلى الهلاك والهاوية ما بها بر الهلاك. ف يعني ما اعرف الدولة العراقية من تصرف ويا المواطن العراقي بهاي الطريقة، ايش تترجى من عندها او ايش تترجى الدولة من المواطن بعد لما المواطن دا يشوف من عندها فقط السيء، وهي تريد من عنده انه يروح للانتخابات وينتخبها حتى يبوقون. ام عبد الله من بغداد حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لحضرتك. السلام ورحمة الله وبركاته. قناتكم الشريفة ولكل العراقي الشريف. حياك الله. الله يسلمك يا رب يحفظك. أستاذ، يعني من خلال اللي معاناة اللي بيعانيها الشعب العراقي على كل الخدمات. نعم. أعتقد إنه أني ولو هذا يعني تصور صحيح بالنسبة إلي، يعني أعتبره الشعب هو المسؤول عن الفساد. هو اللي قبل باختيار هذه الحكومة وهذه الوزراء والبرلمان، أصبحنا يعني أضحوكة، يعني فهو اللي وصل هذول الجماعات وأكثريتهم قسم مثلا يحملون شهادات كبيرة وقسم مزورة وقسم فضائيين وكلها، وإحنا قبلنا بهذا الوضع وظلينا نمشي لهذا. إحنا هسه هذا جزاء الشعب العراقي، ومنعوه من كل شيء حتى من الشوكولاتة المنعوه، أصبح اليوم يدفع الثمن هاي المعاناة اللي دي تقوم بها الحكومة، الحكومة اللي تقوم بهذه الشغلات ضد الشعب العراقي، أصبح الشعب العراقي هو اللي دي يدفع الثمن. نعم. العراقيين دي يطلعون، يعني مع احترامي للطيبين وللناشطين، أو ناشطين طلعوا في البصرة وناشطين قسم طلعوا في بغداد، واللي ما جرى للمحافظات من قوة وتدمير كله في سبيل إسكات صوت الشعب العراقي. أستاذ، إحنا نشوف يعني إحنا هسه مقلدين، صرنا أصبحنا مقلدين مملوكين فكريا ومقلدين لرجال الدين، خاصة بالبداية واللي صار ما صار من قبل مقتدى الصدر وعمار الحكيم، ومقتدى الصدر قاد المظاهرة وهدد بدخول البرلمان، يعني كانت هي صفرة دخلوا البرلمان وطلعوا على أساس أنه هو إنشاء حكومة إنقاذ وطني. كل هذا أصلا كل شيء مصاد، يعني إحنا هسه شو اسمه اللي نشوفه، إحنا نسينا وطننا أستاذ، يعني أنا مع الاعتدال للشرفاء، نسينا وطننا، نسينا ديننا، يعني هناك أكو احتجاج على الفاسدين، بس ماكو أي وسيلة للتصحيح. هسه الموديل الجديد إنه الفاسدين بالحكومة هم يقومون بعملية يعني شلون احتجاج على الفاسدين اللي موجودين بالحكومة، يعني منهم منظيهم واحد يفسد الثاني. هذا يعني اعتبره احنا يعني انفصام في الشخصيه، واحنا بنعاني من مرض الشيزوفرينيا. هاي الشيزوفرينيا اللي احنا يعني نحكي وكل شيء ما يسمعونا،
ومطالب بكل شيء، ما في تشري. ترى العالم كله يشوف الاحتجاجات اللي تصير في الدول، العالم كل احتجاج قضيه بحيث انهم تركون سياراتهم، اذا ارتفع البنزين تركوا سيارتهم للشارع ورجعوا الى البيوت وخلوا الشوارع كلها مليانه سيارات. هذا الاحتجاج، هذا الاحتجاج الصحيح. احنا مو ما نطلع كل جمعه سفره على الهواء الطيب وعلى الشمس بالشتاء وبالصيف نطلع بالليل، ماكو هذا يعني. هذا كله يعني الفاسدين يعني اللي موجودين مثلا قسم يعني نالوا منزلة الشرف مثل الصدر ومثل عمار الحكيم، هم اللي دمروا البلاد. بالإضافة إلى هذا أستاذ، أكو نقطة ثانية، المهجر اللي موجود بالدول العربية وخاصة بدول تركيا، الشوفة نسى دينه. والله العظيم أنا أسمع بإذني يسب الله سبحانه وتعالى، هاي الآن يسب الله سبحانه وتعالى، هو مهجر. اقول له ليش يسب الله؟ يقول لي ايش تريدين؟ انا سبيت الله شطوط. يعني المعاناه اللي يعانيها العراقي ليست من نفسنا احنا، من نفسنا احنا يرادلنا فرمته، يعني فرمته عقليا وجسديا وفكريا. فهذا يعتمد على وسائل الاعلام، على رجال الدين، لان الانسان من يستدينه يعني اعتبر انه فوضى بفوضى. نعم. تحياتي لكم. شكرا، شكرا لك ام عبد الله. ابو ناصر من تركيا، حياك الله يا ابو ناصر. السلام عليكم استاذ اسد. عليكم السلام ورحمه الله. يا حضرتك كل قناه الرافدين وكل الكادر استاذ، حياك الله. استاذ اسد، يعني هو السؤال المطروح، وزاره الصحه ما سمعوا كلام نائب نقيب الاطباء؟ طبعا اكيد سمعوا. طيب شنو الاجراءات اللي اتخذوها بخصوص الادويه الفاسده اللي تدخل للعراق، وخصوصا طبعا اللي تدخل عن طريق ايران؟ نعم. يعني احد المسؤولين بوزاره الصحه سمعت تصريح يقول المذاكر تزود الصيدليات والمستشفيات بادويه منتهيه الصلاحيه وفاسده، يعني لاجل انعاش الاقتصاد الايراني. يا استاذ الفاضل، تقومون بتسميم وقتل شعب العراق؟ نعم. كلنا نعرف بالسابق اكثر اللي كانوا يراجعون المستشفيات العراقيه هم من الدول العربيه، طبعا لوثوقهم بالاطباء العراقيين والمستشفيات العراقيه. نعم. بعدين نسأل وين معمل أدوية سامرة اللي كان ينتج أرقى أنواع العلاج بالعالم؟ نعم. وكل الشعب واثق من أدوية سامرة كان. شنو اللي يمنع من إعادة تشغيل مصنع أدوية سامرة؟ هسه نهبتوا سرقتوا دمرتوا البلد وما قدمتوا لأي شيء، على الأقل اهتموا بصحة المواطن العراقي. ما اكتفيتوا 16 سنة وأنتوا تسرقون وتحولون أموالكم لخارج البلد؟ سبحان الله، يعني لا خدمات ولا ما يصالح للشرب ولا كهرباء ولا حتى صحة. ملايين من المواطنين استاذ اسد عندهم امراض مستعصيه وما عندهم امكانيه يتعالجون بخارج العراق. استستاني بدل ما تقوم بانشاء مستشفى بايران كان التفتت لصحه المواطن العراقي، وانت والمرجعيه تملكون مليارات الدولارات. نعم. عدل اللي تستولون عليه من تبرعات الناس للمراقد الدينيه. طيب وين تروح هاي المليارات؟ لو انتم فرحانين بدخول المخدرات للعراق عن طريق اسيادكم الايرانيين. هاي المخدرات استاذ اسد خصوصا بمحافظه البصره يعني فتكت بشباب البصرة. طيب افتحوا مصحة للعلاج من هاي المخدرات، وحسب ما سمعنا بأن أكو مصحة للشرطة بمحافظة البصرة، ومن ضمن الشباب قاموا يسلمون نفسهم للشرطة ويتحملون التبعات القانونية في سبيل أن يتعالجوا بهاي المستشفى. أي مواطن هسه في العراق يصاب بأي عارض مرضي أستاذ أسد عليه أن يجهز مئات الآلاف من الدنانير حتى يقدر يراجع مستشفى، لأن علاج ماكو، وعليه أن يشتري هذا العلاج من خارج المستشفى. والأطباء يا سبحان الله، شوف الحالة اللي وصلنا لها، الأطباء حولوا مهنة الطب من مهنة إنسانية إلى مهنة تجارة. والله أنا شفت بعيني، يعني من امرأة عندها حالة ولادة وتراجع مستشفى تسألها الدكتورة أنت أي دكتورة كنت تراجعين أثناء فترة حمل، ومن تقول لها على دكتورة خاصة كانت تراجعها تقول لها روحي على ذيك الدكتورة اللي كنت تراجعيها حتى تولدك. لهالحالة وصل بينا الحال يا أستاذ أسد، وخده يسمع الشعب العراقي. نعم. هاي هي معاملة الأطباء بفضل هاي الحكومة المجرمة اللي ما سوت شيء للشعب العراقي. والمشكلة اللي موجودة هسه، الكل يطلعون ويقولون يجب محاربة الفساد وكأنه هم الشرفاء. يا طيب انتوا كلكم تطلعون وتصيحون وتهتفون وتقولون يجب محاربة الفساد، طيب من الفاسد غير تحددوا؟ يعني كلكم شرفاء هسه، انتوا اصبحتوا بنظر الشعب العراقي
شنو انتم من ملة؟ انتم منين الله جابكم علينا؟ الى متى يبقى الشعب العراقي يتحملكم؟ بس نحمل الشعب العراقي هو اللي يتحمل المسؤولية الكاملة استاذ افل بالقضاء على هاي الزمرة، لانه اذا راح يبقون والله انا حكيتها واكثر من مرة فلا راح تقوم للعراق قائمة، وحسبنا الله ونعم الوكيل عليهم. تحياتي لحضرتك. شكرا، شكرا لك. يعني الاخوان المتصلين ذكروا نقاط معينة، وهي انه اكو صيدلانيين يتفقون ويا مجموعة من المستشفيات ويا مجموعة من الاطباء حتى المريض يروح الى طبيب معين، الطبيب يكتب له راشيته، الراشيته او الدواء اللي مكتوب داخل هاي الراشيته ما موجود الا يم هاي الصيدليه، ينجبر المريض يروح لهاي الصيدليه يشتري الدواء باسعار ومبالغ خياليه. ليش؟ حتى يربح الصيدلاني والطبيب. انا ارد اسال الصيدلاني وارد اسال الطبيب، لما نتخرجت شلت ايدك اليمنى ورددت قسم لو لا؟ انت مو مردد قسم على حماية أرواح الناس والحفاظ عليها وأن تبذل جهدك لمساعدتها؟ أنا أعرف الطب مهنة إنسانية، أعرف الطب مهنة لمساعدة الناس، كنت أعرف هواية من الأطباء فاتح عيادة، أو سامع في كثير من الأطباء فاتحين عيادات وقاعدين بعياداتهم، والكشفية مالته كانت أقل من السعر الرمزي بالعيادات الشعبية اللي موجودة كل مناطق العراق. ليش؟ يقول أنا ما موجود هنا حتى أغتني، أنا موجود هنا حتى أعالج الناس، الله قدرني أصير طبيب حتى أكتب وصفة للناس. كنا نعرف هواية أطباء يباوع بعينك يشخص المرض اللي بيك، بالجديد قمنا نعرف لما نطب الطبيب يقول لك روح سوي لي التحليل الفلاني، تجيب له التحليل يقول لك لا روح سوي لي تحليل الأخ أنا غلطان، تجيب له التحليل يقول لك أريد أشعة، تجيب له أشعة يقول لك لا أريد رنين، تجيب له رنين يقول لك لا أريد أي شيء، يطلب من عنده شنو موجود بالمستشفى يقول لك روح سوي لي وتعال، تجيب له أضبارة هالكبرها تقول أضبارة مال مجند بالجيش العراقي يباوع عليك يقول لك هذا دواك ويطلع غلط. زين ليش؟ وزارة الصحة مدى تشوف المستشفيات انه ما بها سديات وما بها ادوية وما بها اطباء وما بها كادر وما بها مقومات ان تكون مستشفى؟ المستشفى بحدها لو تكون ارقى مستشفى بالعالم الطب لها تقرب النفس، لان هي مكان مرض، الناس تعرف من تطب مستشفى اكو مرضى ودا يتعالجون، هي تقرب النفس. زين انت فوق كراب النفس اللي موجود بواقعها تسوي له سجن، جيب له دواء فاسد وجيب له طبيب ما يخاف الله وجيب له صيدلاني هم ما يخاف الله، وما شاء الله الأدوية بالعراق حسب ما دا أسمع صيدلية عن صيدلية يفرق السعر بشريط البنادول، فما بالك بأدوية السكر وأدوية الضغط وأدوية القلب وأدوية الشرايين وأدوية السرطان و و و و وكثير من الأمراض. مع الأسف، مع الأسف هذا البلد وصل بهذا الحال نتيجة سوء تصرف من اثنين، سوء تصرف الشعب اللي ساكت عليهم وسوء تصرف السياسيين لأن عرف الشعب راح يسكت عليهم. بالنسبة إلى برنامج الواتساب من الإمارات، شخص يقول أخي الصحة واقع انتشار المرض هذا واقع ضمن أزمات تتكرر في العراق ومجريات الأزمات، الحكومات المتعاقبة وأحزابها العميلة لإيران لم توفر أي خدمات بواقع الفساد والسرقات والميزانيات والموازنات، الأدوية تأتي من خارج العراق لم تخضع لا للفحص ولا للرقابة، هذا هو الفساد والسرقات منذ عام 2003 وللآن هكذا هو واقع الفساد والسرقات. عندي شخص آخر من يقول أخ أفل أنت سامع حرامي وقاتل يصير مسؤول، ونفس المسرحية لحد الآن، نفس الممثلين والعمايم لعبوا بلا طوبة، والمصيبة الجمهور صاير مثل القطيع، أتفه راعي قوده هو تاريخ العراق، والله مخازي هالشعب يوصل به الحال إلى هذا الحال، اللي يحكم بالعراق المذهب وليس القانون، والمصيبة تجار الدين المزيفين يضحكون على قسم كبير من المتخلفين والرعاع ويسرقوهم ويذلوهم ويحطموا تاريخ العراق، بس المهم اللطم والبتشي عندهم حتى يظلون يضحكون علينا. عندنا اتصال سامي من بغداد، حياك الله. وياكم
بارك الله فيك استاذ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. حياتي لحضرتك يا اخي العزيز واداره القناه. حياك الله وبياك. الله يبارك فيك استاذ افل. احنا نركز على مساله الفساد وخاصه بالنسبه ل نعم صح. وتلاحظ يعني كل وزير هو مفروض يعني مسؤول على رعايه يعني وزارته ومن خلال الوزاره هذا يداري الناس مثلا. نعم. مثلا من كانت عندنا احنا وزيرة الصحه هاي عقيله حمود. اي هاي تابعه الصوت يرجع لي استاذ افل. ف انا دا اسمعك كلش زين ترى استاذ سامي. خير ان شاء الله الله يبارك فيك. فعديل حمود تابع حزب الدعوه وتعرف انت حزب الدعوه مسيطر على جميع مفاصل ال نعم صحيح. يعني ما نريد نقول هذا بس نقول الفساد لان هم تعرف انت من جابهم المالكي وجلاوسته. ف هاي عديل حمود اذا ما سمعت كم حالات تطير في بغداد وفي الوسط او في البصره في مثلا ناس يحتاج لهم اسعاف لو شيء لو كذا. ما كل وزير من هؤلاء ياتي بس يريد اول شيء يقارب عائلته واقربائه وبعدين لان الوزاره تصير لك تابعه له. يابا هاي وزاره مثلا مع الاسف يعني هو هذا المالك هو جاب لنا هذا التعبير يعني بس هاي وزاره شيعيه وشكوا واحد من جماعتهم يستفاد منها خاصه جماعه حزب الدعوه. فهي هاي تصير وزاره تابعه لها يعني ماكو شيء تريد تسوي. وتعرف انت يكرمك الله مساله هاي القواقيب اللي جابتها واستفادت معها بالدولار. ف يعني البلد كله منخور وفاسد. ضحكوا على الشعب بهاي الدينار على اساس شوي يزودوا رواتب وقام يطلعون بالدولارات وكذا. بس هي نفس الطاسه ونفس لان الاسعار غاليه يا اخي العزيز. الادويه غاليه كل شيء غالي بالعراق يعني. صحيح. الله المستعان يعني. السلام عليكم. عليكم السلام. شكرا لك. ارجع اليك مال رسائل الواتساب. عندي نواف العتيبي من السعودية يقول لماذا حتى الآن لم يتم استغلال الظروف الحالية الدولية من قبل المعارضة الوطنية العراقية بفرض نفسها وإثبات وجودها؟ متى يتحركون؟ لماذا لم يستفيدوا مما جرى في فنزويلا؟ يعني أرجع وأقول لك أخ نواف اللي صار في فنزويلا واللي دي يصير بالوطن العربي واللي دي يصير بأي مكان بالعالم بمصالح غربية والمصالح الغربية هي اللي تتدخل. أنت تضمن لي أنه إذا المعارضة العراقية رفعت شعار ضد الدولة وهي رافعتها من 2003 لليوم راح يصير لها دعم دولي وراح يوقفون وياها؟ جاوبني على هاي النقطة ويصير خير إن شاء الله. من الأحواز يقول السلام عليكم. حيا الله قناة الرافدين. أبو حاز من الأحواز حياك الله أخ أبو حاز. السلام عليكم. تحياتي لكادر القناة. أخي العزيز الدولة عبارة عن مجموعة سراق وفاسدين وقتلة ما يفرقون عن داعش ووجهان لعملة واحدة. داعش على الأقل تنظيم متطرف يقتل الناس بصورة مباشرة، أما السياسي العراقي من المعممين والملالي وغيرهم يقتلون الناس بدس السم للشعب العراقي، وهذا الكلام باعترافهم في الفضائيات بوجود مواد غذائية وطبية منتهية الصلاحية ليحققوا مكاسب مادية لجيوبهم وسياسة قتل الشعب بالطرق البطيئة. أما ملف الصحة برعاية عديلة خاتون ما دام ساندها الحثالة أبو مهدي المهندس فاشحدهم يحاسبونها لأن كلاب إيران ترعاها وتشد على أزرها بتدمير وتمزيق العراق بشتى الطرق. أخوكم أبو شهد من بغداد. حياك الله يا أبو شهد. السلام عليكم أخي. هي الحكومة والأحزاب والميليشيات تستورد الأدوية والمواد الغذائية الفاسدة لتدمير الشعب العراقي، والحل أخي حكومة إنقاذ وطني من شرفاء العراق وأهله وترك هؤلاء أهل العمائم المنافقين، وعلى العراقيين أن يتركوا عبادة هؤلاء أهل العمائم الدجالة وأن ينهضوا ببلدهم. السلام عليكم. نطالب من حضراتكم تركيز على جشع وطمع أطباء بحق الفقراء والمساكين الذين يستغلونهم، وعندما يذهب الفقير للمستشفى لا أحد يعالجه، يطالبوه أن يراجع عيادة خاصة حتى يدفع كثيرا باتفاق مع دكتور. أين مخافة الله؟ أين دور الحكومة؟ نطالبها بالرقابة وفرض عقوبات على هؤلاء الهمج. السلام عليكم وتحية لكادر الرافدين ولكل المتابعين. في كل ملف فساد يطفو على السطح من أي نوع سواء تجاري زراعي صناعي أيا كان، والقبض على المتنفذين لهذا الملف. نسمع
بعد حين أن جهات متنفذة تدخلت وأغلقت ملف وأطلق السراح الفاسدين لهذا الملف، فلا أعتقد أن عبد المهدي سيوفق على حملته أو سيوفق في حملته على الفاسدين اللهم إلا الصغار منهم، أما الحيتان لن يستطيع أن يفعل لهم شيء وسينجون منه. أبو حسام النعيم يقول: تحية لحضرتكم قناة الرافدين، أقسم بالله العظيم عندي صديق صيدلي يقول أحد الأطباء دخل الصيدلية وحاول يتفق وياي أنه سيحول كل المرضى الذين يراجعوه في عيادته إلى صيدليته بشرط أن يمنحه مبلغ 250 دينار عن كل وصفة، وطبعا الأخ الصيدلي رفض، وسبب رفضه لم تصله أي وصفة من الدكتور ومن تلك المستشفى. يعني هاي النقطة اللي دريد نقولها، أنا أرجع وأقولها، الصيدلاني والطبيب اثنيناتكم لما تخرجت انت شلت ايدك اليمنى ورددت قسم، رددت قسم انه تحافظ على حياة الناس. التصرفات اللي دا تسووها انه تتفق ويا طبيب او تتفق ويا مستشفى وتحتكر دواء، هذا ما بيحفاظ على ناس. ولما يجيك دواء فاسد وانت تسكت وتبيع الدواء الفاسد للناس، هاي انت دا تساهم في قتل الناس. فالمشكلة بالعراق هي مو بس السياسيين، من دا يسكت وراء السياسيين دا يشجع السياسيين. جولدا مائير رئيسة وزراء الاحتلال الصهيوني في فترة من الفترات دخلت وسوت مجزرة من المجازر، قالت: كنت أعتقد أن العرب سيدخلوني من كل حدب وصوب، وأن فلسطين ستكتظ بالجيوش العربية، لكن عندما صحوت في اليوم التالي ووجدت أن العرب سكتوا عما فعلته بالأمس، علمت أنني أستطيع فعل أي شيء وفي أي زمان دون أن يفعلوا لي شيء. هذا اللي دا يصير بالعراق، السياسي لما دا يكون فاسد لأن أكو غيره دا يسكت له. ختام الحلقة مشاهدينا، إلى اللقاء.